تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 2 أبريل 2019، وبكرر اللي بقوله كل مرة، الخدمة دي ليست لأجل تحديد مواعيد ولا علشان أقول حاجات تخوف حد، ولا أصلاً جاي أقول لكم شوية أخبار. ده مش هدفي خالص في الموضوع ده. كل هدفي أذكر حضراتكم وضعفي، بل ضعفي أولاً لأن أنا أوحش واحد فيكم، احتياجنا الشديد لحياة اليقظة الروحية، حياة الاستعداد، حياة إن احنا نفضل عينينا بص على الأبدية اللي قربت، على مكانتنا في ملكوت السماوات، خاصة إن احنا في زمن هدفه إن هو يشتت تفكيرنا عن هذا الأمر. أيضا من ضمن الأهداف دورنا ومسؤوليتنا في عالم أصبح ضلمة. احنا نور العالم، احنا اللي بينعكس علينا نور المسيح، احنا المفروض الزيت اللي بنجمعه بالروح القدس من الإيمان العامل يكون مضاء مصابيحنا في الظلام اللي عارفين إن هيجي فيه العريس. بس العالم زاد ظلام قوي من الخطية اللي انتشرت ومن ضعف الإيمان ومن العثرات اللي زادت. هل يا ترى إحنا فعلا مصابيح مضاءة؟ هو ده اللي أنا بقوله. موضوع المصابيح المضاءة يعني إيه؟ هل إحنا فعلا بنتكلم على النور، على المسيح؟ هل إحنا بنشهد له؟ هل إحنا منورين لصغار النفوس اللي بيعصروا بالظلام واللي بيتخبطوا في الظلام؟ ولو احنا ما نورنا لهمش الطريق هيسقطوا في الظلام من العثرات. يا ترى كام شاب وشابة بيعصروا من العالم، من التلفزيون، من الميديا، ومن التعليم، ومن الشذوذ والإلحاد والكلام ده كله وغيره. وانت بتكلمهم، كلمت كام شاب؟ رجعت كام واحد عن طرق الردية؟ يا ترى. طيب آسف، الفيسبوك قفل، فهحاول أعمل صفحة تانية على الفيسبوك أو برودكاست تاني في تعليق على الأحداث. أنا آسف، معلش. كمالة خدمة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، ودخلنا دلوقتي في التعليق على الأحداث. فكنت وأسف لأساتذتي الأحباء على الفيسبوك على الانقطاع اللي حصل. فأكرر مرة تانية، كام واحد بيتكلم مع الشباب الصغيرين اللي بيعصروا؟ وانتوا شايفين مقدار العصرات بيت قد إيه؟ قارن العثرة اللي تحصل للشاب دلوقتي باللي كانت بتحصل لأيام أبائنا وأجدادنا لما كانوا هم صغيرين. أعتقد لا تقارن. طب يا ترى انت دورك ايه؟ الشيطان عارف ان ليه زمان يسير، وبيشتغل باقصى طاقته وبيستغل كل اتباعه. يعني زي ما انتوا شايفين ملحدين المفروض يستمتعوا بحياتهم، قضين حياتهم بالكامل عشان يعسروا الناس، رغم انه المفروض سيرفايفر اوف ذا فيتس ده لو كان هو الحياه وبعد كده هيتحول شويه تراب، ده كان المفروض يستمتع بكل دقيقه في حياته. لا، سايب كل ده و بيصرخ ويزعق ويعمل ليل نهار ويقلف في كذب وغيره عشان بس يضل الشباب الصغيرين وصغار النفوس. مسلم رغم ان الهه المفروض قال له المال والبنون، ولكن برضه عايز يضل الناس اكتر، وهكذا. طب انت في المقابل ابناء النور بتعملوا ايه؟ دوركم في خدمة صغار النفوس ايه؟ دوركم في خدمة اللي بيعثروا ايه؟ بتقدموا لهم الحقائق؟ بتقدموا الناحية التانية اللي بيحاول؟ أستاذة عاشقة الرسول، أنت شايفة أنت بتعملي إيه؟ ارحميني رجاء، كفاية. يا ترى بنعمل إحنا إيه؟ مش أنا اللي نقطت على فكرة، عشان محدش يدعي عليا ادعاء خاطئ، ما نقطتش حد. فياريت كلنا نتذكر هذا الأمر، علينا مسؤولية. ربنا ادانا وزنات هنقف ونتحاسب عليها قدام ربنا. كنت فعلا فعلا نور ولا لأ؟ الضيقة اقتربت قوي وانتوا شايفين الظلام زاد ازاي، الدخان عامي عنين الناس ازاي.
خلي بالكم، اللي مش هيجمع زيت كافي ويبقى مصابيحه مضاءة ويرشد الناس بالنور اللي في إيديه قد يكون مثل العذارى الجاهلات اللي ما كانش عنده زيت يكفي إن يدخل العرس. ربنا يبارك حضراتكم. أفضل أقول لنفسي ولحضراتكم استعدوا لأنه قرب وتسليم ودعتنا قرب، وكل واحد فينا كمان عليه مسؤولية، مش بس عشان العريس جاي، لكن أي حد هيسلم ودعته في أي وقت يكون مستعد، وعشان العثرات زادت ومش خايف يقول عني كذاب بتاع إشاعات بخوف، أحسن بكتير إن أنا أتكاسل كمان أنا وننسى وننشغل في مشاغل العالم أنا وحضراتكم، وكتير يندموا ما كانوش مستعدين. المسيح قال لنا علامات وكان قاصد، لو ما كانش عايز يقولها ما كانش هيقولها صدقوني. حاضر، هرفع صوتي بس ما اعرفش ليه بيتقال ان الفويس واطي، هحاول ابص على المايك بسرعه، انا اسف. طيب رغم ان الليفل عالي بك anyway، حاضر، بس يمكن صوتي هو اللي ضعف شويه، اعتذر. ربنا قال لنا علامات بوضوح، قال هتقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات، وتكون أوبئة ومخاوف وعلامات عظيمة في السماء. أعتقد شايفينه كل ده، علامات في الشمس والقمر والنجوم، على الأرض كرب، والناس تبقى خايفة من بكرة، والأمواج تضج، والمشاكل اللي في الطقس، والناس، كل ده اللي قاله الكتاب بيحصل، كل ده يحصل قبل ما يجي ابن الإنسان. وزي ما قال لنا أعمال الرسل، هنسمع عن دخان ونار، طبعا البراكين اللي انتوا شايفينها والحرائق اللي انتوا شايفينها، تتحول الشمس الى ظلمه والقمر الى دم، النور اللي حتى جاي بيوصل لنا من كنيسه المسيح يحاولوا يمنعوه. الحل ايه؟ يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. هل انت بتدعو باسم الرب؟ هل انت فعلا بتقوم بدورك في هذا الامر؟ بتدعو؟ طيب استذكرها على فكره مره تانية عشان الاساتذه الاحباء طلبوا، اللي طلب مني موضوع اللينك بتاع اليوتيوب اهو، واللي كانوا بيقولوا فين النقاش بتاع الاسبوع اللي فات، لو دخلت لقناه اليوتيوب الاسبوع اللي فات هتلاقي جزء النقاشات موجود هنا في الاول، فهو قدام حضراتكم اهو، اللي هو نقاش للرد على الاعتراضات على طوفان وفلك نوح. طب يا ريت على الاقل توزعه، موضوع سلسله تطور ليس علم في دقائق قليله، اللي مجمع لحضراتكم ملخص 280 جزء صغير، كل فيديو 5 دقايق. طب حاول على الأقل علشان الشباب اللي بيضلوا. anyway نكمل في الموضوع بتاعنا. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ علشان عدة أشياء. واحد، علشان ما نخافش، لأنه الحاجات دي لما هتزيد الناس تبتدي تخاف. اتنين، علشان خاطر نؤمن في زمن زاد التشكيك وأصبح من كل جهة عدو الخير بيستخدم أسلوب قطع اللسان، وكمان يشكك في نفس الوقت، فيشكك كل صغار النفوس وعايز يمنع بأي شكل المسيحيين يتكلموا. فربنا قال لنا، قلت لكم الحاجات دي قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. والحاجة الثالثة، عشان ننتبه ونستعد زي ما قال لنا، وده بالنسبة لي هدف الخدمة، متى ابتدأت، تكتمل إمتى، زي ما بقول كل مرة ماليش دعوة، في سنة، في قرن، who knows. لكن ربنا قال لما دي تبتدي، انت تبتدي ترفع راسك لفوق، وكمان تبتدي تتكلم، لان نجاتكم تقترب. علامات في السماء. نيزك يضيء السماء فوق فلوريدا بضوء لامع، واصبح الحدث ده بدل ما كان حاجه غريبه دلوقتي بقينا نسمعه باستمرار. ده من فوكس نيوز، وبقي فعلا تساقط نجوم السماء اصبح شيء معتاد، وبقينا يحصل ونعديه خلاص وخبر وعد. لما الكتاب قال لنا هنسمع في اواخر الايام على الموضوع ده. الاسبوع ده كان فيه حاجه غريبه، يوم 27 مارس كان فيه 8 كور ناريه، يوم 28 مارس برضو كان 8 كور ناريه، يوم 29 مارس برضو 8 كور ناريه، وادي التواريخ قدام حضراتكم اهو، 27 28 29، كويس. يوم 1 ابريل برضو 8 كور ناريه. انا ما اعرفش ايه الموضوع، انا مش بستنتج حاجه، انا بس بوضح ان شيء غريب بالنسبه لي. وفعلا تزايد تساقط نجوم السماء او الاحجار السمائيه او الاجسام السماويه على الارض. الطقس اللي ايضا اصبح فعلا واضح، وبحيره البحر
التي تضج. اللي بيشتت حضراتكم على التكست رجاء توقفوه، بس على الأقل يكون في تركيز ما لما بنتكلم مع بعض. أكتر من 1,000,000 فدان في أمريكا غرقوا من الفيضانات. ده من وكالة رويترز قدام حضراتكم. 1,000,000 فدان غرقوا، متخيلين؟ كنا نسمع عن الأحداث دي ممكن كل 10 سنين مرة ولا غير، ولا كل 100 سنة، لكن بقينا نسمع دلوقتي عنها شبه كل شهر. متوقع أنه رقم قياس جديد، درجة حرارة ألاسكا ترتفع 40 عن المعدل الطبيعي في نهاية الأسبوع، وده خايفين كتير جدا على موضوع سيحان التليج. عاصفة رعدية تقتل 25 وتصيب 400 آخرين في نيبال، وأصبحت بالفعل الأرض بتاكل سكانها. الزلازل اللي زادت، والأسبوع ده فعلا كان قوي جدا في موضوع الزلازل. يوم الثلاث اللي فات ما بين متوسط وقوي 64 زلزال في يوم. ده مش في سنة، ده في يوم. يوم الأربع تاني يوم بعده 62 زلزال في يوم. يوم الخميس 67 زلزال، وبدأ لازم يظهر عندنا رقم 6 اللي دلوقتي بقينا لازم نسمعه في الأسبوع مرة أو أكتر. الرقم ده من 2008 وما قبل، يعني بنتكلم على 10-11 سنة، ده كان نادر في السنة. ده ما كناش نسمع رقم 6 بهذا التكرار. قارنوه بنفسكم من نفس الوكالة USGS، الوكالة الرسمية في أمريكا، بنفس المقاييس والساتلايت ووسائل الإعلام والوكالات اللي بتديكم الإحصاء. منهم الزلزال بقوة 6.2 في روسيا وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة 50 زلزال، منهم واحد ب5.9، اتخفض من 6 ل5.9 في الصدع الهندي. يوم السبت 62 زلزال، منهم واحد 6.1 في بابا نيو جيني، تاني في نفس الأسبوع، ده مش في نفس السنة ولا العشر سنين. يوم الحد 35 زلزال، منهم 6.2 في الإكوادور، وده كان مصيبة سبب كوارث كتيرة. يوم الاثنين اللي هو مبارح 62 زلزال، منهم واحد تاني 6 في موريتيوس. الأسبوع ده لوحده حصل به زلازل قوية، بس زلازل تصنف زلازل قوية من USGS في 7 أيام، 119 زلزال. ده في نفس الأسبوع، ده مش في عقد 10 سنين، ده في أسبوع واحد. منهم 4 إن لم يكن 5 6 ريختر فما فوق. رقم 6 اللي كان نادر في السنة وكان ممكن تعدي سنة ما يحصلش فيها، بقينا نسمعه أكتر من مرة في الأسبوع. هل تفتكروا إنجيل لوقا لما يقول لنا هنسمع عن زلازل عظيمة ونشوف الزلازل زادت في العدد وفي القوة، المسيح بيقولها كده بس يعني بالصدفة تحصل، ونلاقي في آخر 10 سنين بالفعل الزلازل بتزيد تدريجيا لدرجة أنه نفس أنا من 3 سنين لما بدأت أكلمكم الموضوع ده كنت بقول لكم رقم 5 زاد. الأيام دي بطلت أتكلم عن رقم 5 من كثرته، بطلت خالص، ما بقيتش حتى أجيب لكم كام زلزال 5 في اليوم لأنه كتر. هل تفتكروا الرب يسوع المسيح في إنجيل لوقا لما قال عليها من العلامات بوضوح كان بيقولها كده فقط، ونلاقيها ما تنفعش بالصدفة، ونلاقيها بدقة بتحصل قدام عينينا؟ الزلازل زادت في الوقت اللي تساقط نجوم السماء أو الأحجار السمائية، زادت في الوقت اللي زادت فيه أمواج البحر اللي بتضج. ألا أستطيع ذلك أن أقول ومتى بدأت هذه؟ أعتقد أن أقدر أقول بدأت. زلزال روسيا اللي بقوة 6.2 سبب خسائر كتيرة، ده من وكالة رويترز. ألاسكا تضرب بزلزال 5.2، ومنظمة USGS تنبه أنه خلي بالكم، وده مش كلامي أنا، ده يجب أن نستعد لتزايد الزلازل. ألاسكا earthquake 5.2 quake strike be ready for more earthquakes. سي مين؟ USGS الوكالة الرسمية اللي حاولت في فترة من الفترات تقولك لا 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 الزلازل ما زادتش،
دلوقتي بتقول لكم رسميا استعدوا لان الزلازل بتزيد. Be ready for more earthquakes. دي بتقولها لكم رسمي. ده مش مجلة مدارس احد. ده الوكالة الرسمية اللي بتعمل الموضوع ده من سنين طويلة. بل الخبراء يتوقعوا ليس زيادة في العدد بس بل في القوة. بل يتوقعوا ان الخبراء بيقولوا قد نسمع عن زلزال بقوة 9 قريبا. بدل ما كل يحصل كل 1000 ولا 2000 سنة. لا ده ممكن يحصل بقى بمعدل متكرر اكتر بكتير. الميجر ترومر ده اللي هو ممكن يأثر بالفعل على الارض. ده ممكن يحصل مرة تانية. زلزال بقوة 5 يضرب قرب مدينة مانجاي المزدحمة في شمال غرب الصين. أو مانجية أنا آسف. البراكين أيضا اللي زادت زي ما بيقول الكتاب المقدس. الدخان والنار اللي قالوا سفر أعمال الرسل إصحاح 2 قبل يوم الرب العظيم المخوف برضو يعني في نهاية الأيام. برضو في نفس الزمن اللي احنا عايشين زاد. انفجار بركان قوي وخروج حمم كثيرة لبركان بيتون. أيضا وكالة USGS تحذر من أن البركان العملاق يلوستون اللي في أمريكا اللي بعض المسلمين المجاهدين مفكرين أنه هو العين الحامية اللي بتسخن فيها الشمس. لكن يقولوا لكم العلماء ده تأخر عن الميعاد المتوقع لانفجاره. وتاني كرروا it's not matter of if it's matter of in when أنا آسف. فقرب جدا بل بيقولوا ده مش قرب ده المفروض يكون already انفجر. يعني ده past the due date بتاعه. واستمرار سخونة الصخور في منطقة بركان يولستون تحير العلماء. ده برضو من إكسبريس نيوز. 26 مليون شخص في خطر من انفجار عملاق لبركان في المكسيك. ده كل ده في اسبوع. ده مش في سنة. احنا كنا نسمع عن 3-4 براكين في السنة. ده احنا دلوقتي بينا نتكلم على الاسبوع بقت قصص في البراكين والزلازل والكلام ده. ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات بس. كالعادة كل قدام حضراتكم. وده من فولكينو ديسكفري. كل دي براكين نشطة في نفس اليوم. كل دي. اللي لونها احمر ان اربشن واللي لونها اورنج ماينور اكتيفيتي. موت كائنات جماعي اللي زاد جدا زي ما قال لنا سفر هوشع 4 وصفانيا 1 ان ده هيحصل قبل عقاب الانسان. وده ما اعتقدش ان حد يقدر ينكرها. وقارنوها برضو ب 2006 و7 ادوبك من اكتر من 10 سنين بحاجه بسيطه. وشوفوا المعدل قد ايه بنفس الساتلايت ووسائل الاعلام بالظبط. يا ما بيحصلش خالص في السنة يا حالة يا 2 أو 3. بصوا دلوقتي بنسمع عن كام حالة في الأسبوع وأحيانا في اليوم. يوم 12 مارس واللي أقوله لكم ده أسبوع واحد. يوم 12 مارس موت كم كبير من القوارض تسقط من على الشجر في استراليا ميتة. ده من الجارديان. ده مش بس الطيور اللي بتقع ميتة ده القوارض بتقع من الشجر ميتة. ده من الجارديان. في نفس اليوم موت مئات من الأسماك في بحيرة في الهند. يوم 13 مارس موت كم كبير من الطيور وحيوانات في الحقول في أوكرانيا. كائنات فعلا البرية بتموت وسمك البحر ينزع وطيور السماء بتموت. كل ده قبل عقاب الإنسان. يوم 14 مارس موت الآلاف من الأسماك في خليج في أستراليا. ده من ABC News. كله ده سمك ميت. وفي كل مكان في العالم. في نفس اليوم. كم مرة بنقول في نفس اليوم. ده مش في نفس السنة. ده في نفس اليوم. موت العشرات من الأوز البري في BC في كندا. أيضا في نفس اليوم موت حيتين رماديين كبار في شاطئ في سان فرانسيسكو في أمريكا. ده من سان فرانسيسكو كرونيكل. أيضا في نفس اليوم شفتوا كام حالة حتى الآن؟ ده في نفس اليوم.
موت 10 درافيل في شاطئ في كريميا. أيضا في نفس اليوم موت 110 من السلاحف البحرية في شاطئ في المكسيك، وده من مكسيكو نيوز. كل اللي قلناهم من يوم 12 و13، وكل المجموعة دول كانوا كلهم في يوم واحد، يوم 14. يوم 15 مارس رقم طن خلاص اللي بقي، بدل ما كنا نسمع عنه مرة كل 10-20 سنة في العصر الحديث، بس ما كانش يحصل زمان طبعا، دخل دلوقتي بقي نسمع عنه مرة كل شهر. دلوقتي اعتقد داخلين ان احنا بنسمع عنه بقينا مرة كل اسبوع، اسماك بتموت بالاطنان. يوم 15 مارس موت 123 طن من الاسماك فجأة في مزرعة سمكية في شيلي. يوم 16 مارس موت الالاف من الاسماك في بحيرة في البرازيل. يوم 17 مارس موت كم كبير من الاسماك في شاطئ في نيوجيرسي في امريكا. نفس اليوم موت 14 سمكة قرش بطريقة غامضة في شاطئ في جنوب أفريقيا. حتى سمك القرش اللي المفروض يعني ريزيليانت كمان ده بيموت بالجملة. طبعا أنا مش جاي أقول لحضراتكم نشرة وفيات الحيوانات، مش ده هدفي، مش نشرة أخبار مين مات، لكن ده الكتاب قالهولنا في سفر هوشع 4 وصفانية 1 إن ده هيحصل بهذا الوصف قبل عقاب الإنسان آسف، وخاصة قبل عقاب الأشرار، ويحصل قدام حضراتكم بهذه الدقة وبيزيد بوضوح قدام عينينا. طيب هل يا ترى ده ينفع يكون بالصدفة مع كل حاجة تانية برضو قال عليها الكتاب زادت؟ ما اعتقدش. كل اللي مطلوب ايه؟ ما نخافش ونصدق الكتاب اللي قالنا ده هيحصل في أواخر الأيام. فما ينفعش يكون الكتاب ده تأليف بشري مؤلف ولا محرف ولا أساطير ولا كلام كتير اللي بيتقال لنا وبيتحقق قدام عينينا. الحاجات اللي اتقال لنا ده بخصوص الخلق، ده بخصوص المسيح، ده بخصوص الأيام الأخيرة، والبتاعة الأيام الأخيرة بتتحقق قدام عينيك ولا زال الناس بتنكرها من الرافضين للإيمان. بعد كل ده لسه يقولوا عليه كتاب تأليف بشري ولا أساطير ولا غيره؟ فعلا فعلا صدق الكتاب في إنجيل لوقا أصحاح 16 لما قال وأن قام إليهم واحد من الأموات لن يؤمنوا. صدقوني الناس دول مهما حصل مش هيؤمنوا. فعلا الكتاب كان صادق في الكلمة اللي قالها في إنجيل لوقا 16، عشان كل العلامات دي تحصل قدام عينيهم. وإزاي الكتاب بمنتهى الدقة هو جزء منه المخصوص بتاعة الأيام دي بيطبق قدام عينيهم وبرضه مش راضين يؤمنوا. اختاروا الرفض فعلا. الأوبئة برضو اللي زادت، منظمة الصحة الأمريكية تجد رابط ما بين فيروس الجهاز التنفسي الانتروفيروس D68 وما بين مرض شبيه شلل الأطفال. ده من CDC، وده أول احتمالية للأكيوت فلاكسيد مايلايتس إن يكون احتمال يكون هذا الفيروس اللي هو D68 ده، مع ملاحظة إن في بعض الأمراض هذه الأيام كانت نادرة وبدأت تزيد. روكلاند في نيويورك تعلن حالة طوارئ بسبب الحصبة وتمنع الأطفال الغير مطعمين من الأماكن العامة، مع ملاحظة إنه اللي أصيبوا بالحصبة بالميسلز 10 من كل 17 نسبة سمعتها اوريدي خدوا التطعيم. يعني اللي بيطعموا هو اللي بيصابوا اكتر بالحصبة. مش ده برضو حاجة غريبة؟ وفي الاخر عايزين يعاقبوا اولياء الامور اللي ما طعموش ولادهم. ما علينا، حاجة غريبة. سحب 4838 رطل لحمة مفرومة بسبب احتمالية تلوثها بالإشريشة كولاي، ده من فوكس نيوز. أسوأ عدوى اكتشفت هي فطريات آكلة للحوم، آكلة للأنسجة، وهي سببت موت الكثير من الضفادع، وخايفين جدا إن هي تنتقل للإنسان الفطريات دي. ده من جريدة صان البريطانية، وده
أول ما تصيب مكان تسيب الضفادع ميتة واللحم بتاعها متآكل. أخبار الحروب والعالم كله اللي بيهدد في بعض أو التهديدات بحروب زي ما قال لنا الكتاب المقدس. ترامب يمضي قرار بتجهيز حماية لأمريكا من هجوم بقنابل كهرومغناطيسية. انتوا عارفين التطور في الأسلحة وصل ازاي، والإي ام بي الإلكترومغنيتك بام دي لو ضربت ترجع الإنسان للعصر ما قبل التطور العلمي بالكامل، يرجع لعصر الجاهلية، لا في كهرباء ولا نت ولا كل الكلام ولا سيلفون ولا كله. تخيل انت لو عشت في زمن لا عندك تلفون ولا عندك انترنت ولا الكلام، اعتقد هيبقى صعب كتير. جربوا كده، ياريت كلنا ناخد مرة نجرب نعيش لنا كده اسبوع بدون السيلفون ولا وسائل التواصل الاجتماعي. جربوا كده، اعتقد هتشوفوا صعب ازاي، وان ازاي العالم خلانا كلنا نبقى مدمنين. anyway الجيش الامريكي يريد ان يستخدم الكائنات البحرية كجواسيس تحت المياه لمتابعة أنشطة الأعداء. ده من الاندبندنت. ترامب يقول روسيا اخرجي قواتك من فنزويلا الآن. ده من وكالة رويس، من وكالة رويترز. فما عرفش ايه اللي هيحصل والموضوع ده هيسبب ايه، لانه طبعا امريكا مش هتقبل ان روسيا تبقى على اعتابها. روسيا ترد على ترامب وتقول له القوات الروسية ستظل في فنزويلا as long as it needed، يعني كما يحتاج الأمر. حتى يوم الجمعة يستمر تحذير مسؤولين أمريكان لروسيا عن تواجد قوات لها في فنزويلا. المشكلة أن أمريكا لو ما أخدتش خطوة قوية ضد الموضوع ده هيبقى عيب في حق أمريكا. وطبعا بوتين عنيد طبعا، وده بيستغل الثغرات هذا الثعلب. ماكرون الفرنسي وإكسي الصيني يطالبوا بتعاون أوروبي صيني أكثر. ده من إيشيا تايم، وده يعتبر خيانة لأمريكا. طبعا عارفين هذا الشاب اللي يتمنى أن هو يكون رئيس الاتحاد الأوروبي في يوم من الأيام. أمريكا تقول أن الأنشطة في كوريا الشمالية لا تتفق مع وعد أن كوريا الشمالية هتبدأ تزيل النووي. ده هي بتعمل نووي زيادة مش بتزيله. الهند تنجح في اختبار صاروخ ضربوا بيه ساتلايت. ده من وول ستريت جورنال. ورئيس الهند يعلن أن دولته أصبحت أحدى القوى الفضائية. تسلح الفضاء حتى الآن مش بس روسيا وأمريكا والصين، ده كمان دخلت فيه الهند وكوريا الشمالية. فالجواتي بتسابقوا مين يتسلح في الفضاء بعد ما نجحت الهند في فعلا إسقاط ساتلايت بصواريخ. روحاني اللي هو بتاع إيران يهاجم بشدة قرار ترامب بخصوص الجولان. لما ترامب اعترف في تويتر إنه الجولان أرض إسرائيلية، وأمريكا بدأت تاخد هذا الأمر. أيضا السعودية تنتقد أمريكا بخصوص قرار الجولان. ده من عروس شبع. سوريا وإيران وتركيا يقرروا محاربة قرار ترامب بإعلان إن الجولان أرض إسرائيلية. ورينا هيعملوا إيه. الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه أن يعتبر الجولان المحتلة أرض إسرائيلية. وده بقى الانقسام اللي بدأ يحصل زيادة ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين أمريكا. وده من عروس شبه. والاتحاد الأوروبي يقول عنها هي أرض محتلة وليست أرض إسرائيلية. أيضا مجلس الأمن يدين أمريكا، والفرقة بتزيد زيادة ما بين أمريكا وما بين الاتحاد اللي هو الأمم المتحدة، إنه مجلس الأمن يدين أمريكا في اعتبارها هضبة الجولان أرض إسرائيلية.
أمريكا ستعيد رسم خريطة إسرائيل لتشمل فيها الجولان كجزء منها. رئيس البرازيل يزور إسرائيل ويبارك قرار الجولان أنها إسرائيلية. فرئيس البرازيل ماشي مع هذا الأمر، وفي زيارته راح صلى عند حائط المبكى اللي هو هنا طبعا ده. مسؤول في حماس يعلن، عارفين الخبر اللي بتقولكم الأسبوع اللي فات أنه حماس ضربت صاروخ وقع بيت إسرائيلي جرح 6، مسؤول في حماس يعلن أن إيران هي اللي أمرت بالهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل. ده من جيروزاليم بوست. وسبب إصدار إيران لهذا القرار أن تؤذي نتنياهو في الانتخابات القادمة. مصر تتوسط بين إسرائيل وحماس في وقف إطلاق النار. سمع صوت انفجارات قوية بعد أن قامت إسرائيل بضربة جوية في حلب، فالمنطقة مشتعلة على فكرة. عباس يهدد أننا سنأخذ خطوات مصيرية. مسؤول أمريكي يقول انهيار خلافة داعش لا يعني انتهاء الحرب. هي كل الموضوع بدل ما داعش كانوا متمركزين في أرض، خلاص رجعوا لنظام العصابات تاني وما تعرفش تمسكهم في مكان. أخبار عامة، طبعا أستاذ إليناس بالضبط الخبر اللي الكلام أو التعليق اللي قاله أستاذ إليناس. حركة الجولان شغلت الكل وخلاص نسيوا الاعتراف الرسمي بأنه أورشليم عاصمة إسرائيل والمطالبة أن أورشليم تتقسم النص الغربي لإسرائيل والنص الشرقي لفلسطين، خلاص سكت الكلام عن الموضوع. أخبار عامة، العالم اللي خلاص بقى ما فيش خصوصية والعالم كله بيتجسس عليك وبيتحكم فيك ويقول لك تقول إيه وما تقولش إيه. جوجل الذي يسعى لتطوير شريحة تزرع في المخ، وده مش كلام خيال علمي، ده فعلا ريسيرشز بتتعمل الأيام دي، بيقولوا لو جوجل انتهى من هذا البحث هذا قد يقضي على مفهوم المدارس اللي نعرفه، لأن أي شخص يروح للمدرسة ويتعلم ليه؟ يقدر يتعلم اللي هو عايزه أو الكورس اللي هو عايزه يتعلمه في لحظات، يبقى داونلود للكورس في دماغه. مش بهرج، الموضوع ده قريبا هيكون حقيقة في خلال 20 سنة غالبا، ده لو ربنا ما جاش قبل كده. أمين تعالى أيها الرب يسوع. ده من جريدة ذا صن، متخيلين؟ يبقى في شريحة مزروعة في مخك وانت بلاجت ان وتعمل داونلود للكورس. عايز كورس عربي، كورس حساب، كورس علوم، واتيفر، ليه تقعد تدرسه كورس كامل في المدرسة اذا كان في دقيقة تعمل له ابلود؟ وطبعا ابلود في مخك بالهم عايزين. خلي بالك الموضوع برضو مش بساطة اللي احنا متخيلينه. الناس دول بتحط بصماتهم واتجاهاتهم في كل حاجة. روبوت بذكاء صناعي يستطيع أن يتوقع من سيموت مبكرا من السرطان ومن أمراض القلب. ده من جريدة ذا صن البريطانية. Creepy AI أو Artificial Intelligence. العلماء يكونوا مطبعة ثلاثية الأبعاد، بس مش عشان تعمل لعب بلاستيك، لكن لاحتمالية أن يقدروا يستخدموها لتكوين أعضاء حية. فعايزين يكونوا أعضاء حية بشرية 3D بخلال هذه الطابعة. شوية دلوقتي عايز كلى وماله، روح بس للمكتبة أو للمستشفى قسم المطابع تطبع لك كلى. أنا مش بهرج، ده اللي بيبحثوا فيه هذه الأيام. متخيلين احنا بقينا في ايه؟ انتهاء أيام الحرية تعمل ريبوت لدماغك. هما مش محتاجينك بالكامل، ياخد الشريعة يزرعوها لواحد تاني وانت باي باي، يعني انت مش مشكلة. ربنا يبارك في الكل ويحافظ عليكم يا رب.
انتهاء أيام حرية التعبير على الإنترنت، فالاتحاد الأوروبي يقبل قانون كان عليه خلافات لحقوق الطبع وهو يقيد التعبير. ده من RT Today، Russian Today. إيه رأيكم؟ هو عايزين تحت أي شعار حقوق الطبع غيره يمنعوك في التعبير، هو يقول اللي هو عايزه، أنت ما تقدرش ترد على كلامه، أنت ما تقدرش تطلع أن كلامه اللي بيدعيه ده خطأ، الملحد يهاجم الكتاب المقدس أنت تبقى ممنوع ترد، الشاذ يدعي أن الشذوذ حرية أنت تبقى ممنوع ترد. الفيسبوك يمد منعه لما يسميه تعبيرات الكراهية، لازم طبعا شعارات جذابة، لكن هي طبعا تعبيرات مخالفة لاتجاهات الفيسبوك، فيمنع أي دعاية أو تأييد للجنس الأبيض. رئيس الفيسبوك يقرر أن الفيسبوك يجب أن يتم التحكم فيه من خلال الحكومة أكتر، يعني مش بس بيدي الداتا للحكومات اللي هو عايزينها والحكومات بتراقب الأفراد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ده هو بيقول كمان لا، ده احنا عايزين أكتر من كده. مين الحكم؟ جوجل وفيسبوك والحكومات طبعا. وما هيجعلوك انت ليك حرية التعبير وتقول مين الحكم؟ أو هيجعلوا الحكم هو الأغلبية؟ طبعا لا، الأغلبية يتاخد صوتها امتى؟ لما يكونوا متأكدين ان الأغلبية في صالحهم، أو لما يعرفوا يخدعوا كتير قوي يوصلوهم انه يكونوا هم من الأغلبية، يعني يستنوا 3-4 أجيال. عشان كده حاليا لا يؤخذ تصويت واحد على أي أمر في موضوع قوانين الشواذ ولا حقوق الشواذ ولا أخبار الشواذ ولا غيره. ليه؟ لأنه عارفين أن عمرهم ما هيفوزوا بأغلبية لغاية ما خلاص بدأوا يدخلوها في التعليم، وهيطلع لهم جيل وأكتر خلاص اتزرع في دماغه من التعليم، زي بالضبط نفس الأسلوب اللي زرعه في دماغه تعليم التطور اللي يشجع على الإلحاد، بنفس الأسلوب بدون قرار الأغلبية. ودلوقتي نفس المؤسسة الإلحادية اللي زرعت في التعليم، وهي للأسف اللي مسؤولة عن مناهج التعليم في الكليات والمعاهد والمدارس، بنفس الأسلوب برضو هتدخل حقوق الشواذ، وعمرهم ما هياخدوا تصويت على الأغلبية إلا لما يكونوا متأكدين أنه عرف يغسلوا مخ ناس كتير في خلال جيل وأكتر وبقيوا الأغلبية، ساعتها يعملوا التصويت. تويتر يفكر أنها تضع عنوان لتويتات ترامب بأنها تخالف القوانين، متخيلين الجبروت اللي فيه؟ طلبات أمريكية أنها تمنع جوجل اللي بيساعد الصين بوضوح، التي تخلق دكتاتور عالمي إلكتروني. الصين عايزة مش بس تتحكم في شعبها اللي يمثل ربع البشرية، ده الصين كمان وإكسي عايزة شبه تحكم في العالم كله، وللأسف جوجل بيساعد. الهند تطبق نظام كمبيوتر يفحص كل الأنشطة بتاعت المواصل الاجتماعي ويتجسس على الناس بحثاً بحجة على اللي ما بيدفعوش الضرائب، بس انت مش بتشوف معلومات بس بتاع دفع الضرائب، ده انت بتاخد معلومات الناس بالكامل من مواقع التواصل الاجتماعي. ايه رأيك؟ ف we have a new big brother اللي هو انديا، بالإضافة للصين والأمريكا وأوروبا وهكذا وهكذا. أي حاجة بتعملها على النت اعرف ان هي متراقبة عليك وبتدرس وبيتحلل وبتتحط في داتا. الكلام ده ما اصبحش نظرية مؤامرة، ده اصبح حقيقة واقعة. Believe it or not، ده خلاص اصبح حقيقة واقعة. ده حتى مش بس الدول والمنظمات، ده حتى البرايفت شركات الانشورنس دلوقتي بتتجسس عليك انت بتعمل ايه علشان بحجة الانشورنس، وبتكتب داتا عنك باستمرار. الموضوع ما بقيش مؤامرة، الموضوع بقي حقيقة، فاكت. اللي انت بتقوله، اللي انت بتبحث عنه على النت، اللي انت بتدخل عليه، اللي انت بتعمله، الصور اللي بتحملها، البرايفت مسجز اللي بتقولها، كلها مراقبة. سماع أصوات انفجارات غامضة في منطقة في كاليفورنيا، ومستمر الأصوات دي لمدة شهور.
في هيوستن تكساس الأمريكية أطفال مدارس مسلمين يطلعوا في المدارس بعلن ويغنوا خمائني هو قائدنا. الكلام ده مش في إيران، الكلام ده في أمريكا، في تكساس. في تكساس اتغنى في المدارس الأمريكية إنه خمائني هو القائد. إيه رأيكم؟ انتقاد لدولة بروني الآسيوية الإسلامية لقرارها تطبيق الشريعة الإسلامية زي رجم الزاني وقطع يد السارق والجلد. هذا اللي فلحوا فيه إنهم من يطبقوا الشريعة الإسلامية. تجربة توضح إنه للأسف حتى مخ الإنسان بيتأثر بالعواصف الكهرومغناطيسية، فما تستغربش إن أنت بتصدع أو أحيانا بتحس تركيزك أقل أو كده. Actually بالفعل ثبت ان الانسان بيتاثر بالالكتروماجنتيك ويفز او الماجنتيك ستورمز اللي بتحصل. اكتشاف اكبر كهف ملحي في العالم في اسرائيل وبيستمر في النمو، still growing. اكتشاف اختام، انتوا متخيلين بعد كميه اللي اكتشفها العلم الاثار في أرض إسرائيل ولتؤكد العهد القديم والجديد؟ لسه في ناس بتقول لك إسرائيل دي خدعة، دي عمرها ما كانت هناك، والكتاب المقدس كله غلط، وإسرائيل دي خدعة تمت في 1948. متخيلين؟ مش عارف أقول إيه. اكتشاف أختام في مدينة داود تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، يعني في زمن الهيكل الأول، بل بعضهم أو أحدهم تحديدا لأحد رؤساء الملك يوشيو مكتوب بالاسم. ده من CBN News، وآدي صورة الختم اللي بكلمكم عليه. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، وحضراتكم شايفين الحاجة التبكي الحقيقة. سفير الأمريكي بيقول بوضوح الصين في حرب معلنة ما بتخبيهاش مع الإيمان المسيحي. طبعا العالم ما حدش بيتكلم. بالإضافة للمذابح اللي موجودة في نيجيريا ومستمرة، وفي كينيا وما حدش بيتكلم. اشمعني يا ربي تمن المسيحي هو الوحيد الرخيص في العالم؟ مدينة صينية تعلن، وصلوا لدرجة البجاحة، أنا آسف في التعبير، تعلن عن مكافأة لمن يبلغ عما يسمونه أنشطة دينية غير قانونية، زي لو مجموعة مسيحيين اجتمعوا في منزل عشان يصلوا. ده تعتبر الحكومة كارثة، وبالطالب الشعب يبلغ عنهم، واللي هيبلغ هياخد مكافأة. طبعا ده يزود جدا اضطهاد الحكومة الصينية للمسيحية، حتى وصل انها بتضطهد، مش بس بتهد الكنائس وبتزيل الصلبان، ده حتى البيوت عايزة تمنع ان الناس تتجمع وتصلي فيها. متخيلين؟ ده رسميا خلاص اصبح الموضوع ده. بس حقيقي اكرر مرة تانية، زي مسيحيين نيجيريا بيضربوا اروع مثال في احتمال الاضطهاد وقوة ايمانهم بالرب يسوع، ايضا مسيحيين الصين حقيقي نفتخر بيهم بيضربوا اروع مثال في استمرار صبرهم وتمسكهم بالإيمان المسيحي. بل الصين أكثر انتشار عددا للمسيحية في العالم هو حاليا في الصين. عشان تعرفوا إزاي إن دايما لما ربنا بيسمح للاضطهاد بيدي بركة وبيدي تثبيت وبيدي تعزية وبيدي قوة للي بيسمح لهم بالاضطهاد، وفي المقابل دايما بيكون الإيمان بينتشر زيادة. عشان كده الإيمان في أفريقيا، منطقة نيجيريا وغيرها، بينتشر بقوة، وفي آسيا فار إيست والصين خاصة بينتشروا بقوة. غضب مسيحي شديد من تركيا، بصوا أردوغان المتعصب، بسبب خطة الرئيس التركي اللي هو المسلم المتعصب أردوغان ده، إنه عايز يحول كاتدرائية مسيحية شهيرة عريقة، عايز يحولها إلى جامع عملاق. إيه رأيكم؟ آدي دين السماحة الإسلام. بتستغربوا لما نقول عمرو بن العاص حول الكنائس جوامع ويطلعوا المسلمين يقولك لا ما حصلش. طب ما هو حاليا بيحصل في زماننا نفس الموضوع، ما تغيرش، هو نفس الإسلام.
أردوغان الغاضب بيبرر الموضوع ده إزاي؟ بيعتبر تحويل الكاتدرائية لمسجد هو انتقام من ترامب على قرار هضبة الجولان، يعني بتنتقم من المسيحيين تركيا اللي هو شعبك من قرار ترامب الأمريكي اللي هو ملوش دعوة بيك. سيريسلي يعني ما عندكش، يعني مش مكسوف لما تقول حجة زي دي؟ يا رب ضرب سيدة مسيحية، عشان تعرفوا أنا مش بهرج، صدقوني الناس الديمون بوزيست زادوا جدا. الملحد المسلم الغير تلاقيه بيكره المسيح والمسيحية وبيكره اسم المسيح بشدة. الشرطي اللي تلاقيه محترم ولكن لما يلاقي واحد مسيحي قدامه يتعصب جدا عليه وممكن يضربه. أنا I really mean it. الناس اللي بقت ملبوسة بالشيطان زادوا. ضرب سيدة مسيحية سنها 70 سنة كانت بتصلي داخل كنيسة، واحدة دخلت ضربتها ومشيت. متخيلين الشيطان للدرجة دي كاره ان انت تصلي فيبعت واحد من اللي هو لابسهم تبقى انت في الكنيسة واحدة 76 سنة. بالظبط، الرحمة البنت اللي اسمها رحمة الإسلامية دخلت الكنيسة ضربتها ومشيت. إزالة فرع الشركة المسيحية تشيكن فيلي اللي بتتحارب وبشدة، وللأسف يعني ربنا يديهم القوة وربنا يكون معاهم، لكن حقيقي حرب الملحدين عليها، آسف الشواذ عليها جدا، عشان شركة مسيحية بسبب موقفها الرافض للشواذ ده من فوكس نيوز بتتحارب في كل مكان، والشركة كل ما بترد ما بتردش غير بأعداد من الكتاب المقدس. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا، ألف مبروك، طلع عندنا إله جديد يا جماعة. كنيسة الساينتولوجي اللي سرقت من المسيحية حاجات كتيرة فيما عدا الرب يسوع بس، دلوقتي تعتبر توم كروز رسميا أنه إله ديتي، وتعتبر ديفيد اللي هو رئيس الكنيسة مخلص العالم الحر. فتوم كروز اترقى وبقى إله. مش بهرج ده صحيح، ده اللي حصل، ادي اللي وصلنا له. عايزين حرية، طب ناخد المبادئ المسيحية بدون المسيح، طب نعملها كنيسة الساينتولوجي، طب ادي اللي وصلوا له. على فكرة لما تنزل في خطأ أو في خطية، الشيطان ما بيوقفش، بيوديك في حاجة أكتر وأكتر وأكتر وضلال زيادة. الشيطان مش هيسيب الباب بس حتة صغيرة، هيفضل يوسع. 40 من ممثلات هوليود يرسلوا خطاب بمقاطعة ولاية جورجيا لأجل اقتراح قانون عدم الإجهاض. إزاي وإزاي ولاية طلع قانون بالموضوع ده؟ اللي هو طلعت قانون بعدم الإجهاض متى بدأ ضربات القلب الطفل. ممثلين هوليود اللي يمثلوا هوليود طبعا، وانتوا عارفين ايه اللي بيحصل فيها، عايزين يقاطعوا جورجيا وعايزين يبقى ممنوع تماما تصوير افلام في جورجيا، علشان ازاي تطلع قانون بالشكل ده. فيلم بعنوان Unplanned بيفضح بشاعة عيادات الإجهاض في امريكا وخاصة Planned Parenthood، ويبدأ طبعا الحرب ضده، وحرب يعني بشاعة ضد هذا الفيلم. ورغم كده الفيلم ده حقق المرتبة الخامسة في المشاهدة، اللي هو فيلم Unplanned. تويتر بعد ما حذف الفيلم اضطر طبعا بعد ما تم الهجوم على تويتر يعيد حسابه مرة أخرى. مسلسلات وأفلام أكتر تؤيد حقوق الشواذ. طبعا هل في مسلسل تقدر تتقدم فيه ان الشذوذ ازاي خطأ وبيدمر المجتمع صحيا واجتماعيا واخلاقيا؟ لا طبعا ممنوع. لكن مسلسلات اكتر تغسل مخ الشباب وتخدعهم بالال جي بي تي كيو، طبعا حريه، ما هو كلب مكيالين. هذا اللي بيحصل. خلي بالكم الشباب حقيقي بيعانوا، كتر خيرهم، صدقوني صعبانين عليا من الهجوم البشع، هيلاقوها من الخداع اللي بيحصل في التعليم. وليس كل التعليم، كتير من التعليم رائع ولكن في خداع كتير. ولا الخداع اللي بيحصل من هوليود، ولا الخداع اللي بيحصل من التلفزيون، ولا الخداع اللي بيحصل من الشواذ ومؤسساتها، ولا غير ولا غير، ولا الميديا
والقنوات وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيعرضوا لهم اللي عايزين. عشان كده محتاجين احنا نكون علينا دور. عشان كده بطلب نصلي نستعد نعد زيت في مصابيحنا، نكون نور نرشد الناس لاستقبال العريس بالصلاة بالصوم بالخدمة، خدمة أبناء الله وخاصة صغار النفوس، بتنقيط القلب، استعداد بلباس العرس. أي حد حاسس أنه فعلا متهاون في حياته الروحية ياخذ قراره من الآن، قد تناهى الليل وتقارب النهار. نخلع أعمال الظلمة، نلبس أسلحة النور، ما نخليش العالم يحاول يقطع لساننا، نتكلم في وقت مناسب وغير مناسب، أسلق بلياقة بطريقة ترضي ربنا وأيضا تشهد عن ربنا بكلامك وبأعمالك. البس الرب يسوع المسيح، اعكس نور المسيح على الناس، لا تصنعه تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. مسيح قرب، لو ما تمسكتش به الآن والظلام كمان اللي بيزيد قد ما تقدرش من كثرة الظلام. خمس عذارى الجاهلات، الظلام غلبهم مش هم اللي غلبوه للأسف. ده اللي حابب أوضحه. زي ما قلت ربنا قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل، عشان لما يحصل ما نخافش. زي ما قال لنا في إنجيل متى 24:6، لا ترتاعوا، زي ما قال لنا معلمنا بطرس الرسول، أما خوفهم فلا تخافوه. بل عشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا، أصبح مسيحي مسلم ملحد هرطوقي شاذ ما ورهوش حاجة يعملها غير يهاجم الفكر المسيحي، شيوعي غيره، واتفر وسيلة الهجوم، هجوم بالخداع، هجوم بالإرهاب، هجوم بالقتل، هجوم بحرق الكنائس، هجوم بسلطات، هجوم بمنع وصول الكلام بقت وسائل مختلفة. ربنا في المقابل قال لنا إن ده هيحصل، عشان لما يحصل ما يشككش في الكتاب المقدس. حاجة الثالثة عشان ننتبه ونستعد، وده اللي أنا بقول عليها باستمرار، متى ابتدأت تكتمل امتى ملياش دعوه، لكن ربنا لا قال لما تبتدي دي ارفع راسك لفوق، نجاتك اقتربت. الزمن اللي انت تشتغل اكتر، لانه الشيطان بيشتغل اكتر. الشيطان عارف ان ليه زمان يسير، استعدوا. ربنا يحافظ على حضراتكم، لكن في 150 الف واحد بيسلموا وضعتهم كل يوم. انا مش عارف اكون امتى منهم، ولا حضراتكم هتكونوا امتى. ربنا يديكم طولة العمر والصحه. المسيح قرب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبه، واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع. آسف لحضراتكم، معلش طولت عليكم، سامحوني، ولكن رجاء محبة اذكروني في صلاتكم. أعتذر لو كنت أخطأت بفعل بقول بمعلومة، أنا آسف، أنا إنسان ضعيف بأخطئ، ولكن الله يعلم لو ده حصل لم يكن عن قصد. أيضا أساتذة الأحباء اللي بيهاجموني وبشدة وبيشتموني ليل نهار، ربنا يبارككم، لكن صدقني راجع المعلومات، اقرأ قبل ما تهاجم وتشتم. ربنا يباركك وربنا يحافظ عليك. أنا ما بهاجمكمش أشخاص، أنا بهاجم الفكر الخطأ اللي بيضلل. وآخر حاجة أقول لإخواتي الأحباء، يا ريت تذكروني في صلاتكم، ده الطلبة الأساسية. واللي يحب لو فضلت خيره يزود زيادة محبة من عنده ويساعدني في خدمة النشر، أكون شاكر لمحبته. أنا مش عايز أي شيء من حد، ربنا أفاض عليا بزيادة، يعني مديون لربنا، ولكن لو تساعدوا في وصول الموضوعات لصغار النفوس خاصة للشباب. حضراتكم عارفين الموقع اللي هو بتاع دكتور غالي، اللي يعني حضراتكم أعتقد تعرفوه، اللي هو drghaly.com. لو تسمحوا تساعدوا في نشر بس الموضوعات، خاصة في الرد على الشبهات للي بينشروها بطريقة خطأ، أهو قدام حضراتكم. ياريت لو تسمحوا توصلوه للي عنده تساؤلات. أيضا قناة اليوتيوب وقناة الفيسبوك زي ما حضراتكم عارفين، اللي هو يكتب بس هولي بايبل 1 وقدامكم فوق 2000 فيديو رد على شبهات. صفحة الفيسبوك اللي هي بس اكتب دكتور غالي أو دكتور غالي أوفيشيال أو دكتور غالي وبس، هتطلع الصفحة عندك وبرضه هتلاقوا نفس الموضوعات. ياريت لو تساعدوا في خدمة النشر. ده بس اللي أطلبه من حضراتكم. ربنا يبارككم، وسامحوني إن كنت طولت عليكم، وربنا يحافظ.